السلام عليكم أحبائي أعزائي عزيزاتي متتبعي قناة الإنجليزية ببساطة. اليوم جبت لكم فيديو جديد إن شاء الله. شوفوا الكولورز باللغة الإنجليزية أي الألوان، وعنشوفوا هنا ألوان مختلفة، منها الألوان الأساسية اللي كتحتاجوا في كل نهار، ومنها الألوان اللي مستخرجة من ألوان أخرى، يعني ما كنحتاجوهاش بزاف ولكن ما فيها بس نطلعوا عليها ونعرفوا اشنو كيتسموا باللغه الانجليزيه. اول لون هو الاحمر red. red 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 اللون الاحمر. blue 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 الازرق. pink 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 الوردي. هنا كنشوف الالوان كنعقل عليهم وكنعقل ايضا على طريقه الكتابه ديالهم باش نهار نحتاجهم في الرايتين كنعرف كيفاش كيتكتب. ريد اللي هو ار او دي، بلو كنعقل بلو باللي عندها او على فان، بينك بينك راه كتكتب اي ماشي ب او، كاين اللي كيكتبها ب او، يعني ريد بلو بينك. يلو يلو يلو، وكرد البال ايضا طريقة النطق. يلو هو اللون الاصفر. براون 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 بني. بيربل 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 بنفسجي. بلاك 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 اللون الاسود. وايت white white أبيض. green 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 أخضر. orange 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 برتقالي. gray 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 رمادي. أسور أسور عصور. الأزرق السماوي يعني بحال لون السحاب. light green light green أخضر فاتح. maroon 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 بني غامق. lime 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 أخضر في لون الحامض الأخضر، في لون الليمون الأخضر. wet 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 قمحي يعني اللون قمحي. golden 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 ذهبي. salmon 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 السالمون هو نفس اللون اللي ديال حوت السالمون، كيكون واحد اللون كما كيبان لكم في الصوره، يعني بحال اللون ديال الحوت ديال السالمون. شوكليت 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 شوكولاتة يعني في اللون ديال الشوكولاته. برونز 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 نحاسي. دارك بلو دارك بلو دارك بلو دارك بلو أزرق غامق. سبرينج جرين سبرينج جرين سبرينج جرين أخضر ربيعي يعني كيشبه الفصل الربيع، أوراق فصل الربيع. تركواز 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 هو اللون التركواز اللي كنعرفو كاملين بحال الصورة. أكوا 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 أزرق مائي. كريمسون 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 هو اللون ديال الأحمر، باللغة العربية كنقولو ليه قرمزي. سيلفر سيلفر سيلفر
silver فضي. dark red dark red dark red أحمر غامق. navy 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 blue marine يعني اللون الأزرق البحرية. أوركيد 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 يعني بنفسجي أو وردي بلون زهرة الأوركيد. تيل 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 هو لون أزرق داخل فيه الأخضر، أو لا تعتبره أخضر داخل فيه الأزرق، مهم كتحس بجوج الالوان في ان واحد، نقدروا نعتبروه اخضر داخل فيه الازرق. وبهذا كنشوفوا كنكون شفنا الالوان الاساسيه في اللغه الانجليزيه، وشفنا الديغراداسيون ديالهم يعني الالوان الثانويه ديالها. ودابا غنحاولوا نتفكروا الالوان الاساسيه اللي ضروري خصنا نعقلوا عليهم. الى بغينا نديرو مراجعه للالوان اللي شفنا ونتفكروا الالوان الاساسيه اللي خاصنا نتفكروا دائما ونعقلوا عليهم لانهم اللي كيتحتاجوا دائما، غنتفكروا بلاك 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 الاسود، براون 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 البني، جراي 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 الرمادي، وايت white white الأبيض، yellow 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 الأصفر، orange 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 البرتقالي، red 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 أحمر، pink 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 وردي، purple 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 بنفسجي، blue 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 أزرق، green 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 أخضر. ودابا من بعد ما تعرفنا على الألوان كيفاش كيتكتبوا، كيفاش كيف شنو هما الأسماء ديالهم، بغيتكم تركزوا معايا في الطريقة ديال الكتابة ديالهم باش نهار نحتاجها في الرايتين القراسي كنكتبها بطريقة صحيحة. بلاك 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 طريقة النطق الصحيحة، و كنكتب بي ال ا سي كا بلاك بي ال ا سي كا بي ال ا سي كا. براون 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 ما عندهاش ا، راه او بي ار او دبليو دبليو ان براون. كنشوفها كيفاش كتنطق وكيفاش كتكتب بجوج في ان واحد. جراي 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 اللون الرمادي، مقبوله لو سواء كتبتيها غريب أ سواء كتبتيها غريب أ. وايت 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 ديما كيكتبوها الدراري غلط في الرايتين، وايت W H I T E. يلو 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 Y E L L O W. Orange 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 تقريبا نفس الكتابة ديالها باللغة الفرنسية، هي نفس الطريقة Orange Orange، طريقة النطق اللي شوية مختلفة. Red 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 أحمر. Pink P-E-N-K كتكتب
وردي. purple purple purple. blue purple قلنا هو البنفسجي. blue 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 الأزرق. blue blue. green green عندها دوزو. جي ار